الله أكبر الله أكبر. أذان المغرب في رمضان يحظى بأهمية خاصة، فإليه يتوق الصائمون. إنه وقت الإفطار بعد يوم طويل من الصيام. لسماع الأذان هناك منابر عدة، منها الجوامع ومدافع الإفطار والتلفزيون أو كل تلك مجتمعة معا، وهناك فارق في وقت الأذان مدينة وأخرى لكنه لا يتعدى الدقائق. هذا ما استمعنا إليه كان الأذان على التلفزيون الرسمي السوداني سابقا. في هذا العام رفع نفس التلفزيون السوداني أذان المغرب، لكن قبل 10 دقائق من موعده المحدد. ذلك حدث في اليوم الثاني من أيام رمضان. تسبب ذلك بحالة من الإرباك بين المشاهدين، وأدى إلى كسر الكثيرين لصيامهم قبل الموعد المحدد. وانتشرت هذا الواقع على وسائل التواصل وأثارت الكثير من الجدل. هذه تدوينة علاء نخلة يقول يعني إن شاء الله صيامهم ما عليه شيء، بس الزول تبع التلفزيون من الجوع جابهم بالحيط. محمد يكتب هنا في هذه التدوينة: الخطأ وارد من البشر وشرعا ما عليهم شيء، لكن قبل 10 دقائق كثير مرة، وهذا إهمال وعدم مسؤولية من القائمين على هذه القناة. محمد يغرد: هو ليه الناس بتفطر بالتلفزيون؟ ليه شنو؟ مثلا التلفزيون في أم درمان وانت في شرق النيل، اللي بفطرك مع ناس أم درمان شنو؟ وانت المفترض تفطر أبدر، وقس على ذلك. هنا تدوينة لشهد دعونا نمر عليها. شاهد تكتب هنا في هذه التدوينة: فطرتونا يوم بالهلال حكم الما بتشوفوه ده، وقلنا ماشي حاجات علماء فقه وما بنتكلم، لكن كمان عيني عينك تأذنوا بدري وتفطروا الناس وتضيعوا عليهم يوم؟ لا كده كتير قوي. من تسمي نفسها مسعفة التحرير، وينها مسعفة التحرير؟ أعتقد لازم المؤذن يدفع كفارة مال كل واحد سمع الأذان وفطر. هي مو فتوى من عندي بس. إدارة التلفزيون السوداني قالت إن خطأ تقنيا من المبرمج كان وراء إذاعة الأذان مبكرا، واعتذرت عن الخطأ غير المقصود بحسب تعبيرها. المشاهدون الكرام، إليكم هذا الخبر. بث تلفزيون السودان مساء اليوم أذان المغرب مبكرا ب10 دقائق تقريبا عن موعد غروب الشمس، مما أربك من كانوا يشاهدونه في ذلك الوقت. وتأسف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن ذلك الخطأ، والذي تحقق بشأنه الآن لمحاسبة المسؤولين عن حدوث. وبسبب تلك الحادثة تساءل كثيرون عن حكم إفطارهم قبل الموعد، فأفتى بعض الدعاة السودانيين بلزوم قضاء الصيام، بينما أورد آخر قولا لابن تيمية أن لا قضاء عليه. ولمن لا يعرف، الإفطار في هذا الشهر يجب أن تكون له أسباب ومبررات يتوجب توفرها فيما يفطر، ويجب عليه قضاء ما فاته من الصيام عند انقضاء شهر رمضان.